السلام عليكم. شهدت مدينة سمسيلت في بحر الأسبوع الماضي الانطلاقة الفعلية نتاع المستشفى الجامعي الجديد تاع 240 سرير لمدينة وولاية سمسيلت. إذن تم العملية تاع الانطلاق نتاع المشروع هذا الهام جدا، واللي كما نعلم يدخل في إطار الخريطة الوطنية للمستشفيات الجامعية ذات 240 سرير. إذن وفي مع نهاية هذا العرض نتاع هذه يعني صور نتاع الانطلاقة، سوف نشاهد فيديو كامل وشامل عن تصميم نتاع المستشفى هذا وكل اللواحق نتاعو، من تصميم ومتابعة وإنشاء شركة زاد آش الجزائرية، ومهندسين جزائريين هم أصحاب التصميم نتاع هذا المستشفى، واللي بالمناسبة تم تصميمهم لعدة مستشفيات عبر التراب الوطني، وكذلك لم يكتفوا بالتصميم بل كذلك بالمتابعة على لاميتريز دو لوفراج، إذن بالمتابعة الميدانية لهذه المشاريع الاستشفائية. أترككم تتابعون تصميم هذا وما تبقى من الفيديو، والسلام عليكم.